بنتي رافقتها لمدة 6 أشهر من خلال التحضير والمرافقة اليومية في البيت ودروس الدعم، وخاصة المرافقة النفسية اللي تعرف أن الطلبة أول مرة اللي يعدوا البكالوريا تعرف الظروف النفسية اللي يدخلوا فيها والخوف والظروف ما هي تخفى حتى على واحد. اليوم هم بداوا ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى لهم السداد. التحضير كما تعرف كاين شوي بيرسيون في المراجعه وفي الوقت اللي رانا فيه والجائحه هذه، وربي يوفقهم ان شاء الله. اكيد نحفزها شوي باش ما تخافش، باش تثبت، باش تشد الوقت المناسب للامتحان، وهذا هو.